ميمو خويا السلام عليكم. انا اخوك غسان من قفصه، اخوك غسان تونسي تحديدا ولايه قفصه. اخوك انا والله يشوف انا الحق مخي في الحرقه ونحب نحرق وباش نحرق ان شاء الله. اما حبيت ابعث لك الفيديو هذا اخويا ميمو، زيست حبيت نسالك ونفهم عندك بركه حاجه. يرحم والديك، انا في مقدارك نجم تعاوني حتى بالجواب. شوف انا اخوك ميكانسيان، نعيش في ولايه قفصه، عندي جراج، جراجي انا ملكي وحدي، احلايلي نتبع الاحلال، خوك ماشيين حرايمي ونحبوا كل الاحلال والحمد لله. عندي حاجه برك اخويا ميمو حاب نسالها اخويا، نسال الحاجه هذية وان شاء الله تجاوبني يرحم والديك، وعلى الاقل ناخذ فكره من عندك انت. انت سمح ياسر سيد الرجاله وربي يبارك لك في الشيء اللي تعمل فيه. انا اخوك قلت لك ميكانسيان والحق انا خامم في الحلقه وباش نحرق، لان اخويا ميمو ساقط لقط الحمد لله، ما نحتاجوش خويا، عندنا ذراع ولباس والحمد لله وصنعه موجوده والحمد لله. اما ما نجموش خويا نخلطوا في البلاد، كل شيء غالي، ما تنجمش لا تكون لا تنجم تعمل حتى شيء، وما تنجمش توصل ما تنجمش تضيف. البلاد تودك كان بالفساد خويا، واحنا كما قلت لك احلاليه وما نحبوش الشيء هذاك. الحق الواحد تعب في مخه، تعب ياسر، وقت تعرف العام يمشي يحدث يجري ياسر العام، يعني انا خاف لا نصبر نندم في بلادي، وهذه حقيقه وواقع. على كل خويا ميمو جست باش نسالك انا في حاجه، اسكو انا كان ساهر ربي خويا باش نحرق، اكيد حاجه عاديه، انا ما نعرفش ايطاليا وما عنديش اللغه وفما مرميد، وبطبيعتنا احنا خويا واحد من الناس بيرسونالمون مرماد ومالف بتمرمي، اما الحمد لله لا باس نجيبو تاعنا بالاحلام. حاب نقصدك في حاجه، اسكو انا كي نوصل لايطاليا انا هي الولايه اللي نجم نلقى فيها مثلا خدمتي انا اللي نخدم فيها انا، معناها الدومين ميكانسيان، نجم زعما نلقى خدمه لا محاله، حاجه عاديه فما تمرميد وباش نتمرمد، دونك الحاجه دي متصالح فيها مع روحي ومقتنع بها ياسر، مش مشكله الحاجه ذيك. اما نجم معناها نلقى خدمه في دوماني انا، حكم اللي انا معناها حراق وفي النوار، يعني ما نشدش برشا وقت معناها باش نلقى خدمه. وانا هي الولايه اللي تنصحني بها ميمو خويا يرحم باباك، واحسبني خوك يرحم والديك جاوبني، وبارك الله فيك وربي يبارك لك في الشيء اللي تعمل فيه. سلام خويا.